السلام عليكم خوت، لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم جديد. الفيديوهات اللي كيعجبوكم بزاف، الفيديوهات ديال الترشيحات ولا الفيديوهات ديال احضر شراء هذه الهواتف لسنة 2022. فكما كتشوفوا العنوان ديال الفيديو، الا كيعجبكم حال هذه الفيديو هادو ما تنساوش دعموا هذا المحتوى باللايك، وايضا تشاركوا معنا سواء في القناة ديالنا في اليوتيوب سواء في الباج ديالنا، ديرونا ابوني في الباج ديالنا في الفيسبوك. مرحبا بكم الاخوان، ويلا نبداو الاخوان. كما قلنا 8 ديال التليفونات تقريبا في هذه اللائحة هذه ما يستحقوش الشراء، اما النزول ديالهم غلط ولا كان التسعير ديالهم مرتفع، نزلوا بثمن اللي مرتفع، ولا وجود منافسين بنفس السعر. مثلا من نفس البراند تقدر تلقى تليفون بهذاك السعر اللي غتشري بهذاك التليفون اللي غنقول لك دابا، ويكون افضل. لهذا غنقول لكم هاد التليفونات هادو تجنبوا الشراء ديالهم لهاد السنه ديال 2022. فخلنا نكونوا واضحين الاخوان من ديبار، ونوضحوا بعض الامور. في 2022 اقل ستوكاج تقدر تخدم به دابا 464. كذلك الشاشات، تكون الشاشات ديال ما تكونش الاتش دي بليس، تكون الفول اتش دي بليس افضل، ويكون معالجات مثلا من جي 70 وانت طالع الى غتلعب الالعاب من جي 70 وانت طالع، وما يعادلها في سناب دراجون والمعالجات الاخرى. فالاخوان مرحبا بكم جديد، كما قلت لكم الاخوان لو وصلتوا لهنا مرحبا بكم، ما تنساوش لايكيو هذا الفيديو هذا، ويلا بينا نبداو على بركة الله. أول هاتف معنا في هذه اللائحة، هذه اللائحة كتضم تقريبا 8 ديال الهواتف. أول هاتف معنا من ريلمي اللي هو ريلمي سي 25 أغريك، كيجينا بجوج ديال النسخ 464 و 428. 464 كدير حوالي 1500 درهم، 428 كدير 1700 درهم. كيجينا بالإنوسوك 610، كيجينا أيضا بشاشة اللي هي الأتش دي بليس فقط. فمثلا العشرة ندفع 1700 درهم ولا 1500 درهم في النسخة اللي ديال 464، في حين وجود الأخ ديالو من نفس الشركة ومن نفس البراند اللي هو النارزور 50 الآ. علاش خلينا النارزور 50 الآ اللي موجه للألعاب وكاميرا ممتازة، وناخذ الريلمي سي 25 إكريك. فهذه خذوها بعين الاعتبار الإخوان، فكاين وجود منافس ومن نفس الشركة بنفس الثمن تقريبا ب 1750 درهم. نمرو دابا لتاني هاتف معنا اللي هو الأوبو A16 الكا. فالـ A16 ولا الـ A16 كا صراحة تيبانو لي أنا هواتف اللي واخا نقولو البراند أوبو صراحة تقال أنها مفيهاش الروتور بزاف، كيما كنقولو باللغة ديال التجار مفيهاش الروتور بزاف، وكذلك كتصبر مثلا كتصبر معاك في الاستخدام مثلا عامين وما يزيد عليها. لكن بحال هاد الهواتف هادو الصراحة ما النزول ديالو تيبقى غلط، حتى التسعير ديالو مرتفع، لأن هنا 464 جاينا بالنسخة ديال 464، وجاينا فقط معالج ديال هيليو جي 35 اتش دي بليس، كاميرا وحدة 13 ميجا بيكسل، والسيلفي 5 ميجا بيكسل. السعر ديالو حوالي 1899 درهم، 1899 درهم. كيبقى الصراحة ثمن مرتفع لهاد الهاتف هذا، السعر ديالو مرتفع من 1800 1850، كيبقى السعر ديالو مرتفع. فندوزو دابا لثالث هاتف معنا اللي هو الانفينيكس الهوت 10 بلاي. هنا فاش غتسمع البلاي غيمشي البال ديالك انه هاتف موجه للالعاب، لكن هاد التسميه هادي غلط صراحه، في حين وجود مثلا منافس ولا الاخ ديالو من نفس الشركه اللي هو الهوت 11 كيجيب بالهيليو جي 70. صراحه هاتف ممتاز ممتاز صراحه. السيريات الاخرين اللي ولينا كنشوفو ديال الانفينيكس وهاد السيسير ديال 11 هي مزيانه الصراحه، جايب معالج هنا الهيليو جي 70 بالنسبه له 11، وبنفس السعر تقريبا بحد 1450 درهم. فالهوت 10 بلاي من الانفينيكس 464 هيليو جي 35 ايضا، 13 ميجا بيكسل بالنسبه للكاميرا الرئيسيه، كاميرا سيلفي 8 ميجا بيكسل. كيبان لي انا الصراحه ما يستحق الشراء، في حين وجود الهاتف قلنا الاخ ديالو الهوت 11 كيجينا بشاشه الاي بي اس ال سي دي فول اتش دي بليس، وكيجينا ايضا معالج اللي هو الهيليو جي 70 موجه للالعاب، وتقريبا السعر ديالو غتلقاه بادي من 1400 درهم. رابع هاتف معنا في القائمه ديال اليوم اللي هو الاوبو الا 55، كيجينا بالنسخه ديال 428، كيجينا بمعالج الهيليو جي 35، وكيجينا بالاتش دي بليس فقط، والسعر سمعوا السعر 2399 درهم. فصراحه غالي بهذا السعر هذا،
لا يستحق شراء سنة 2022. خامس هاتف معنا الجالكسي الأطلطاش. علاش كامل الأطلطاش يلاه نزل؟ فنجاوبكم الإخوان، نازل بشاشة اللي ضعيفة ولا الجودة ديالها ضعيفة، يلاه تي اف تي فول اتش دي بليس، وايضا تردد ديال الشاشه يلا 60 هرتز، ونفس المعالج، معالج قديم شفناه في الا 21 اس، وشفناه ايضا في الام 12. الام 12 افضل في نفس المعالج وفي ايضا 90 هرتز بالنسبه للتردد ديال الشاشه، والسعر اقل. ففي حين ال 13 ديال 1800 1850، الام 12 يلا دير واحد 1600 درهم، تقدر تلقاوه بقل 1650. المهم قاضي الغرض واحسن منه صراحه، ونفس المواصفات، وزيد عليه كاع في المواصفات. الى غتزيدوا شويه ديفلوبي وتقدروا تزيدوا واحد شويه، تاخذوا ال 22 حتى هو مثبت بصري، شاشه اموليد، كاميرات ممتازه. فكاين ايضا الام 22، هادو بالنسبه للك بدائل ا 13. سادس هاتف معنا اللي هو الجالكسي ال 72، كيجي تقريبا ب 4200 4000، المهم 4000 و4000 وشويه. علاش غنخلي ال 52 اس اللي بادي ب 3300 درهم؟ هنا كناخذ معالج افضل ونفس المواصفات ديال الهاتف اللي هو ال 72 وبسعر اقل. هنا غنوفر الفلوس وغناخذ نفس المواصفات ومعالج افضل واداء افضل. نمروا لهاتف اخر، وهذا المره هاتف من شركه ريدمي معنا نافل ا. نافل ا، علاش نافل ا؟ دابا نزل تقريبا جوان 2020، دابا شي سنه ونص باش نزل، تنتسناو دابا ينزل الهاتف الاخ ديال الخليفه ديالو اللي غيعوضو ديس ال ا، في حين وجود ايضا ال 10 سي حتى هو افضل. فما كاينش علاش تشريو مثلا نافل ا، لانه كيجيب معالج اللي هو الهيليو جي 25، تقريبا السعر ديالو 1200 درهم. فهذا بالنسبه للهاتف من ريدمي. غندوزو دابا لاخر هاتف معنا من فيفو اللي هو الفيفو ليغريك 15 سي، كيجينا بالهيليو بي 35 464 اتش دي بليس فقط، والسعر ديالو 1900 درهم. 1900 درهم، كاين منافسين اخرين مثلا من شركات اخرى، فكاين نوت 11، كاين نافل اي من ريلمي، كاين هواتف اخرى، كاين تقدر تزيد شويه تاخذ ال 22، كاين الام 22 النسخه ديال 464، فكيبقاو افضل من هذا الهاتف هذا. يا الاخوان، هذه هي الليست ديال هذا الفيديو هذا، احضر شراء هذا الهواتف 2022. طبعا كنتسناو التساؤلات ديالكم اللي كنجاوبوا عليها، سواء هنا في لي كومونتير، سواء كتجيو عندنا الانستغرام. فمرحبا بكم الخوت، مرحبا بالاستفسارات ديالكم، الاراء ديالكم. فان شاء الله نضرب لكم موعد ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. ما تنساوش تشاركوا في القناه، بارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم بالنسبه للناس ديال الفيسبوك. يلا، السلام عليكم.